موقف العراق ثابت اتجاه علاقاته مع الجمهورية الإسلامية ومع الشعب الإيراني. موضع عراق نسبت به روابط با جمهوری اسلامی و ملت ایران پایدار و ثابت است. و الحكومه العراقيه والشعب العراقي يقف مع الحكومه الايرانيه ومع الشعب الايراني في كل تحدياته وظروفه. واقدم جزيل الشكر للجمهوريه الاسلاميه التي وقفت مع الشعب العراقي من اللحظه الاولى لمحاربه هذه الجماعات الضاله. در حوزه‌های مختلف توسعه پیدا کنیم.